مثل ما تعودنا بالفقرة الغذائية على موقع فوشيا، نحكي دائما عن الفواكه الموسمية من بعد العنب والبلح اللي بيتميز فيهم شهر أيلول. اليوم رح نحكي عن الخرمة أو الكاكي. الخرمة مثل كل الفواكه بتحتوي على فيتامينات، على معادن وعلى الألياف. هيدول بيعطوها ميزة مثل كل الفواكه مضادات للأكسدة والالتهابات، وأيضا مسهلة للهضم. ولكن آخر الدراسات بيّنت أن الخرمة أيضا بتتميز بمضادات للخلايا السرطانية. من الفيتامينات الكتير موجودين بفواكه الخرمة نذكر فيتامين A، فيتامين B وفيتامين C. الفيتامين A مثل ما بنعرف بأول نظر، وأيضا بخفف من الشيخوخة، خاصة شيخوخة خلايا العين. الفيتامين B بيسهل عملية الأنزيم الموجودين بالجسم، خاصة بمنطقة المعدة. والفيتامين C بيعملنا prevention للأمراض، للجريب، خاصة بهذه الفترة. فكتير مهم نكون عم ناخد الخرمة إذا حدا بالبيت مثلا بيعاني من جريب، أو نحن موجودين بمحل فيه كتير عالم، أو كتير عنا contact مع عالم، هيك نكون عم نعمل prevention من البكتيريا والفيروسز الموجودين. الخرمة بيتاكل فريش مثل ما بنعرف مع القشرة تبعه، ولكن ما ينتبه للمرأة الحامل والأولاد انه نكون عم نقشرها افضل للوقاية اكثر من البكتيريا المعقول تكون حملتهم قشرة الفواكه. وايضا فينا نكون عم نجفف الخرمة او الكاكي ونستعمله بالكيكس، بالمفنز او بالكوكيز، بيطلع كتير طيب مع الحلويات.